الجميع هنا يجتمع على مائدة الخير التي تقدم على مدار العام، لا سيما في شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الحقيقة أن هذه المائدة ممتدة فيما يزيد عن أكثر من 25 سنة مستمرة، مختلفة عن كل الموائد، لأن دي صباحا فطور، ظهر، غدا، بالليل العشاء. والحقيقة كل الناس يعني كل الأكل كله سواسية، لا فرق بين هذا وذاك. تأتي إلى المائدة تجد عليها العظماء وتجد عليها الفقراء البسطاء. يعني الحقيقة هذه مفخرة، لأن هذه المائدة تقوم دور مجتمعي مهم جدا في خدمة الناس، وبخصوصة خدمة الناس البسطاء. شهر رمضان وكما تعلمون له خصوصية، هو يستطيع أو يحاول فيه أن يجمع الجنسيات المختلفة في مصر، الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات في جامعة الأزهر، إندونيسيا، ماليزيا، التشاد، كل الدول الإفريقية والعربية تجتمع في مائدة الدكتور حمدي طه في شهر رمضان وبشكل طبعا مستمر. يعني هي مائدة من موائد الرحمن الظاهرة اللي بتوري الرحمة بين المسلمين، وقد إيه الشخص اللي يمتلك يعطي أخيه، ودي خيرة صدقة اللي هي طعام الطعام. طعام الطعام دي يعني عبارة عن عبادة من العبادات اللي ليها أجر كبير قوي عند ربنا. بالنسبة للمائدة هنا ما بتبقاش أثناء شهر رمضان وفقط، احنا طول العام ثلاث وجبات، افطار، غدا، وعشاء. الموائد دي فكرة مصرية خالصة من أيام أحمد بن طولون، عندما جمع التجار والقادة والعيان وذكر ليهم أنني لم أجمعكم حول هذه الأسمطة إلا لأعلمكم طريق البر للناس، فأنا أعلم أنكم لستم في حاجة إلى ما أعده لكم من طعام ولا إلى شراب، ولكن أحببت أن تفهموا ما هو من واجب البر عليكم تجاه الناس بأن تمدوا موائدكم فيأكل منها الفقير والمحتاج وعابر السبيل. فدي عادة يعني نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن تكون قدوة لنا ولغيرنا، وأن يمتثل بها الجميع. فطعم الطعام ده من الأمور الجميلة جداً.